شمس الهوى في النفوس لاحت فأشرقت عندها القلوب الحب أشهى إلي مما يقوله العارف اللبيب لإلي. ما كان بقدر أحكي عن فلسطين، ما كان بقدر أعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني، عن شو يعني الحصار والجدار والحواجز والقصف والقتل، إلا ما أكون أنا شفته، عشته في الانتفاضة الثانية. في بداية الانتفاضة الثانية أنا تواجدت في أماكن تحت القصف، مرقت على الحواجز بالساعات الطويلة. ريم أنا كنت بوضع خطر وكنت غايبة عن الوعي لساعات طويلة، أو حتى يعني لما صحيت مرات بقول يمكن صوتها اللي خلاني أرجع، يعني لأنه كنت كثير كانوا خايفين أنه أنا أكون بوضع يعني مش صاحي بالمرة، يعني زي كوما. فهي الفرح الأمومي الأول. يعني ريم كانت طفلة جميلة جداً، يعني لما كانوا يجيبوها في المستشفى يعني يجيبوها أنه زي عمرها شهر كلها بتبرق، يعني هيك كنت دائماً أكحلها وهي صغيرة. يعني أول ما ولدت حماتي شامية هي، فعلمتني كيف أكحلها، فهاي الكحلة تبعتها رافقتها كل الوقت. ذكرياتي مع ريم في مرحلة الطفولة هي الذكريات بتتقسم لمراحل. المرحلة الأولى كانت في وجودنا في هذا البيت اللي احنا قاعدين فيه، هذا بيت العيلة اللي كانت ذكريات أطفال بيطلعوا بيلعبوا بالحارة وبيلعبوا بالحكورة. بمرحلة تانية انتقلنا ل بيت ستي بحي تاني اللي فيها كمان فتحنا على عالم إخوالي اللي هن ناس مثقفين وعندهم ميول فنية. تربت ريم وأخوها على التراث الغنائي الوطني تبع عمالقة زي فيروز، زي الرحابني، زي زياد أحمد قابور وخالد الهبر، هدول كانوا موجودين بحياتنا اليومية. كنت أشتري لهم الكاسيت وكتاب غسان كنفاني مع رغيف الخبز. ريم يعني لما أنا أحط أغاني فيروز أو إشي أدندن أنا وهي تغني، كنا هيك ندندن يعني، بس بهذاك الوقت ما كنت أعرف إنه هي صوتها حلو.
ريم بلشت مشوارها الفني هاد تنقول وهي بالمدرسة. يعني أنا بتذكر كان عمرها 12 سنة، يعني كان عمرها 7 سنين. أمي جابت اقتراح أنه صف ريم يعمل مسرحية ميسر ريم، وريم أخذت دور فيروز وأنا شاركت معهم بالتمثيل واحد من الأعضاء الاختيارية، يعني كنت عملوا لي مكياج وهيك. أول أبو ليلة شفت عشيت الليلة وجبني مالحة من عند الاحتفال. أول أبو ليلة شفت عشيت الليلة وجبني وخيارة من عند الاختيار. أول أبو ليلة شفت عشيت الليلة ولما لما قربت تخلص مدرسة أجاها منحة من حركة النساء الديمقراطيات إنها تتعلم في موسكو، وهي اختارت موضوع تتعلم الغناء. أصدقاء ريم قعدوا يقولوا لها ريم شو رأيك تعملي كاسيت، وهذا الكاسيت من بيعه تاخدي شوي الرايع تبعه يعني بساعدك في الدراسة، لأنه كانوا عارفين أن الوضع الاقتصادي بالبيت كان كتير صعب. فعمليا لما سافرت على موسكو سافرت مع الكاسيت وشوي من الرايع وحضرناها إنها تكون في موسكو، شغلنا لها أواعي حلوة وكل إشي. رحلة الغربة تبعها بالبداية كانت إنه يعني من أول ما راحت مكيفة على التلج على موسكو على الألوان، بعدين شوي شوي بلشت تحس بالاشتياقات وهذا. وفي حين وكمان كانت يعني التكنولوجيا ما كانتش متطورة زي اليوم، يعني كنا نستنى الرسائل تصل من خلال البريد نستناها باليوم والدقيقة. لا تحسبون طالت الغرب يا يما ونسيناكو وكل ما طالت الغرب يا يما تذكرناكو. إلى أمي الحبيبة، إلى أجمل الأمهات، مع إطلالتي شمس ساطعة وشروق فجر دافئ، مع أجمل فراشات وعصافير بلادي، إن هناك في الأفق أمل وفجر جديد، فلنطلق الحمام الأبيض إلى السماء ولنقبل البنفسج والياسمين وبرقوق نيسان، ولتزغرد الأرض بمناسبة يوم المرأة العالمي، عيد الأم ويوم الأرض الخالد. كل عام وأنتم بألف خير وإلى لقاء قريب. فلتضيء الشموع في بداية شهر تموز، لأني سأكون بينكم أنتظر العودة بشغف. رجعت ريم. أول ما رجعت
كنا قاعدين هيك وكان عن في كان عندي جيتار أنا دندن على الجيتار وإشي وتتسلى وهيك. يوم تقول لي ماما هقعدي شو بدي أسمعك الغنوية. هناك ولدت أغنية الحلم. الحلم لما غنت لي إياها أنا دموع نزلت. ليش؟ شو الحلم؟ الحلم أنا كاتبتها وأنا ما قلت لهاش إشي. بحبشت لأخذت الأغنية ولحنتها. كان أول لحن إلها لحن الحلم. عبر الحلم أمر عبر الحلم خلف الليل المعشوش بفوق. أتذكر وأنا بالمدرسة في أستاذ كنا نزهق بحصته لدرجة إنه ننام. مرة قال لي مش رح يطلع منك إشي بس تطلع من المدرسة. كتير منعرف عن أشخاص ما كانوا شاطرين بالمدرسة بس أبدعوا بمحلات تانية. قعدت سنوات وأنا أسجل أغنياتي باستوديو بيتي بإمكانيات محدودة. ما كنت مستعجلة ولا بدور على الشهرة. طلعوا على حالكم وقولوا إحنا قادرين ننجح وأكيد رح ننجح. من ريم بنا تمنياتي إلكم بالنجاح. أنا دائماً كنت أعرف أمي كأمي مش كريم بنا أو كمغنية أو كسليبرتي أو كأي إشي من هاي الأشياء، لأنه أمي كل حياتها كانت تسفرني معها. كان شرطها الأول بكل حفلاتها بريت البلاد هو أنه بنتها لازم تكون معها ترافقها. أنا ولا مرة كان عندي بيبي ستر أو حدا تاني أو ستة حتى أنها تهتم في محل أمي. أمي كل حياتها هي الحدا اللي بربيني وحدا بيهتم فيه حتى بحفلاتها حتى بأي مكان. فبتخيلش ممكن يكون في أي أم اللي هي مغنية وكمان أم تقدر تعمل الإشي اللي أمي عملته واللي كانت شوي بتخيل كان زيادة عليها يعني عطاقاتها، بس كانت قادرة إنها تكون أم ناجحة كتير ومغنية ناجحة بنفس الوقت. الصوت هو موهبة، وهذه الموهبة يجب أن تسخر وبأفضل الوسائل دفاعاً عن أنبل قضية وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث، ألا وهي القضية الفلسطينية. فكانت تجوب العالم مدافعة عن القدس، مدافعة عن فلسطين، ومبرزة المرأة الفلسطينية بأبهى صورها. كمان بلشت توعى شو معنى المقاومة. مرأة حرب بيروت على الفلسطينية بال82 كل هاي عايشتها مذابح صبرا وشتيرة شتيلة. فبهديك الفترة بلشت عندها الوعي والانتماء انه شو معنات مقاومة وبدها تقاوم وبدها تعمل.
ريم بنا تعرفت عليها بعد فترة قصيرة جداً خروجي من المعتقل الإسرائيلي. كان في عنا مهرجان للتضامن مع الأسرى والمعتقلين السوريين بسجون الاحتلال الإسرائيلي. فأحد أصدقاء ريم اللي تعلموا معه بالاتحاد السوفيتي بجامعات الاتحاد السوفيتي اقترح علي أنه شوفوا صبية من الناصري اسمه ريم بنا ممكن تساعدكم في إحياء الحفل هذا. بالفعل أعطاني رقم تليفونه وتواصلت معه. نتيجة التجربة السابقة مع الفنانين الآخرين فبلشت بالسؤال معها أنه قديش بدك تكلفة المادية لتحيي الاحتفالها. فبتذكر بالحرف الواحد حكت لي أنت عم تتصل فيي الضامن مع الأسرى والمعتقلين ولا عم تتصل فيي لحتى تهيني توجه لي إهانة. فإجت ريم بنا على الجولان لأول مرة أنا بلتقي يعني وياها بالجولان وأحيت حفل تضامني مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وقدمت أمسية كثير رائعة وكثير كثير جميلة تعبر عن الروح الجميلة اللي تتمتع فيها ريم بنا. غنت للأسرى وغنت للشهداء غنت للعوائل الأسرى غنت لأمهات الأسرى. على أرضك يا جولان يشهد عليها الزمان أرضك خضراء أرضك حرة أرضك للأحرار من غضبك فائر طالع وبإيده نار غضب The whole story started around Christmas time in 2002. And I asked an old friend, Suhail Khoury, in Jerusalem, if he could help me to find a woman who can sing lullabies on this album. He said, there is one woman that you should meet. Her name is Rim Banna. I'm sure she can sing beautiful. A lullaby for you. And we went with his small blue car up the hills to Galilee. I had never heard about Rim Banna before. I had no expectations except that I trusted Suhail because he is a friend. I knew his sense of quality. I met Rim and she was there with her two twins. They were babies. And we went into a small room where it was quiet, not we couldn't hear the traffic from outside of her small flat. In the bedroom where I sat down and she sat on a chair and I put my microphones there. The father took care of the twins and she was going to perform the first lullaby. And that was a moment I never forget. It really touched my heart deeply when she started to sing Yal Elma Atwalak at that moment. Recording became beautiful, and of course it's on this album that we made that is called Lullabies from the Axis of Evil. And after I came home, I recorded one more song of Rim's, and we compiled this song Yal Elma Atwalak with Kari Bremnes, a Norwegian singer who made a duet together with Rim on this song. And we released it quite soon afterwards.
لما بلشت تشتغل مع أوسلو، لما بدأ الاتصال مع أوسلو بدهن يعني اكتشفوا إنه في مغني اسمها ريم، تعرفوا عليها وبلشوا يشتغلوا معها، اتبنوا لها بقية الكاسيتات السيديات لحد ما ماتها. عجبت منك ومني يا منية المتمني، عجبت منك ومني يا منية المتمني، أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني، أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني. We had already worked for 5 years together, but now she wanted to make a children's album. She said to me that my first album in Palestine was a children's album, and I'm famous for singing children's songs. She complained about the quality of those first albums, that the recordings were not so good, so she wanted to re-record all the songs on a new album, and then we made April Blossoms, which is her children's album. And her idea was to bring these songs out into the refugee camps in and around Palestine. And I got some support again from the Norwegian Church Aid to do so. And they made it possible for us to print a number of copies and to go together with him to refugee camps to give them for free to the families. كانت أكتر إشي عندها مهم إنها تخلي الجيل الجديد، الشباب الصغار اللي هن اللي في المستقبل أصلاً، يضلهن دائماً متواصلين مع التراث الفلسطيني، يعني الموسيقى الأغاني الفلسطينية والأشعار الفلسطينية القديمة التراثية. حتى إنها كانت دائماً لما تطلع على المسرح دائماً كل أغنية في لها قصتها، وكل أغنية في شرح بتشرح إيش ليش، مثلاً بتشرح عن سارة عبد الحق الشهيدة، بتشرح عن فارس عودة، بتشرح عن محمد الدرة، بتشرح للأوروبيين وللعرب لكل محل. وحتى الأغاني التراثية يا طالعين كانت تشرح لهن إنه النساء الفلسطينيات كانوا عن طريق هاي الأغنية يتواصلوا مع أولادهن الفدائية إنه في خطر، ومع الأسرة كمان. وإن شاء الله دائما كانت حتضلها تحاول توصل إنه هاي الأغنية في وراها قصة، في إلها معنى. الوضع اللي بمرق فيه الشعب الفلسطيني ما زال بيزداد سوء يوم عن يوم، فرح أقدم أول أغنية كرمل الروح من كلمات الشاعر زهيرة صباغ. وبحب أقدم هاي الأغنية من هذا المكان مع أول نسمة ريح، تحية تضامن مع كل الأسرى الفلسطينية والعرب في السجون الإسرائيلية. حرية إلنا.
أغنية كرمل الروح كتير كتير أطرت فيي، إنه أمي بتكتب الكلمات وريم بتلحن وبتغني. حيفا أحضر له نسيم بحر يافا. أنا كرجل دين خادم للكنيسة كنت أنظر دائما إلى ريم أنها الصوت المنادي بالعدالة، المنادي بالحق والمدافع عن المظلومين. انحياز ريم للكلمة الشعرية التي تعبر عن قضايا الإنسان الفلسطيني بسبب الاحتلال، إضافة إلى إيمانها بحرية شعبها وضرورة النضال من أجل الوصول إلى الحرية التي يتحرر بها شعبنا من ظلم الاحتلال، باعتقادي ساهمت بشكل كبير إلى انطلاق ريم إلى الفضاءات المختلفة سواء كانت العربية أو الدولية. العلاقة اللي جمعتني بريم علاقتين، فيني أقول العلاقة الأولى أنا كمستمع عربي ومتابع للشأن الفني وخاصة الفني المتعلق بقضايا ذات طابع إنساني ومصيري، وريم كانت وجه نظر من أوجه الأغنية الفلسطينية، وكنت حريص على متابعتها وسماع آخر نتاجاتها. كان إلي حظ أني أنا أول من دعاها إلى بيروت، أول زيارة إلى بيروت كانت بدعوة من برنامج خليك بالبيت بقناة المستقبل، والمفارقة أنه آخر زيارة إلى بيروت كانت بدعوة من برنامج بيت القصيد. وبين هالدعوتين يعني نشأت صداقة تخللها كثير من الود ومن الحوارات ومن الأخذ والعطاء والرسائل المتبادلة والأمسيات المشتركة والزيارات لمخيمات، يعني كنا كتير قراب كتير قراب. كتير حاسة بشغلة إنه في كاميرا وفي شاشة، كنت حاسة أكتر إنه أنا فعلا موجود هناك يعني جسديا، لأنه كمان كنت سمعت إنه عم بيشاركوني بالغناء. فأنا بالنسبة لي أنا كنت اليوم في بيروت. أصبح صديق وصرت أعرف ليش عم بيغني هيك وليش عم بيتصرف هيك، وتعرفت على صبية فلسطينية في غاية الاندفاع في غاية الشغف، مما يعني حداني في الآخر أني أعمل شيء مشترك أنا وياها، وهكذا كان. ببحر مركب نجاة حياة لا تعيش فيها، بيك فيها صوت الأهات ومحمد درة، بيك فيها مين بيتحمل العذاب، عتاب نظرة عينيها، مين رح يفتح للباب، الشمس
تشرق عليها. ما بنسى أول ما أجت أول مرة على بيروت قدي بكت لما شافت بيروت، قدي بكت يعني بكت بينه وبيني وبين حالي وقدام الكاميرا، وكانت عاشت لحظة يعني مؤثرة جدا جدا. لما أجت ريم غنت في بيروت في مسرح قصر الأوناسكو بمسرح يتسع لألف ومئتين شخص، وكنت خايفان إنه ما يكون في جمهور كتير، لأفاجأ أنا وريم إنه القاعة مليانة، وأنه غنت مع آلة موسيقية وحدة بسبب ظروف الإنتاج وظروف السفر. غريب أنه مغنية في قاعة كبرى مع آلة موسيقية وحدة ما خانها صوتها بنغمة وحدة. دار هذه تحكي برشا حكايات عشتهم أنا مع ريم، برشا حكايات مزيانين، برشا دموع زادة، برشا ضحك، سهريات وغناء وحب للحياة. قديمة هي الجملة اللي تقولها أنا من ألف سنة ولا من ألفين سنة، يمكن كنت عايشة لهنا في حياة أخرى. أنا نحس اللي ريم ما خبتش حقها كما هي تستحق في الحياة، وفي برشا تفاصيل من الحياة كانت تستحق حياة أرتح. دي ما تحب تكون قوية ريم، حتى المواقف اللي تتوجع فيهم وتتجرح فيهم تخلق منهم حالة قوة أخرى ونفس جديد. تمنيت أني تعيش أكثر وتجي أكثر لتونس، خاطر تونس كانت تعني لها برشا. لجأ الكثير من الفنانين إلى الكلمات والقصائد الكلاسيكية وأعادوا ربما نقول الحياة إليها من خلال ألحان عصرية وأداء عصري، وهذا ما انعكس أيضاً على الأداء العصري للموسيقى الصوفية والأداء الصوفي بالاستناد إلى الكلمات، وهذا ما انعكس أيضاً على تجربة ريم بنا. ولهذا مهما ظهر بالتوازي مع كلمات كبار الشعراء، أستطيع القول بأن الكلمات الوطنية والحقيقية ستبقى موجودة، كما هي الأصوات الأصيلة التي عبرت ستبقى موجودة وخالدة. زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا بلظى هواك تسعرا.
وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى. إن الغرام هو الحياة فمت به صبا فحقك أن تموت وتعذرا. الجزء الأصعب بحياتنا بحياة ريم بحياتي كانت بحياتنا كعيلة هي لما ريم عرفنا أنه هي مريضة بالسرطان. كانت صدمة كبيرة طبعاً لإلنا كلياتنا. يعني بحياتي ما فكرت يوم إنه فوق كل الطريق الصعب اللي مرقناها كعيلة كمان ريم تنصاب وهي عمرها 42 سنة. راحت عملت فحوصات طبعاً إحنا ما كناش فاهمين إيش يعني شو عم بيصير. بهاش تخوفنا كانت وكتير حدا جبار يعني ما فرجتناش ولا دقيقة. كانت طبعاً تقولنا في حاسة في إشي غلط بس ولا مرة أجت مثلاً بانيك وبعرفش إيش. مهم راحت ليلى فحصت حالها ورجعت لعنا تانية. بيّن إنه ريم بنا كان عندها ورم الكل بيعرفه في الثدي في مرحلة كتير متقدمة لحتى إنه المرض كان واصل العظام قبل بالألفين وثمانية. فطبعاً لما المرض يكون متقدم جداً بيكون صعب على الدكتور نفسه يوعد بالشفاء. بتذكر قعدت مع إخوتي وشرحت لهم كانوا صغار شرحت لهم إنه حبايبي أنا يمكن بهاي الفترة يتغير شكلي ممكن يكت شعري ممكن أصير على السفر ممكن ما يكونش عندي حواجب بدي إياكم تركوا تعرفون بدي إياكم تركوا تعرفون أنا أمكم وبحبكم كتير ومش رح أتغير عليكم. حبيت أبدأ من تجربتي الشخصية لأحكي عن التفاؤل مش كمسكن لكن عن التفاؤل اللي استحضرته لنفسي عشان أقدر أستمر. إحنا مثل المغناطيس فينا نشد لعنا الأشياء الحلوة أو الأشياء السيئة. لازم ندور فينا وحوالينا على الأشياء الإيجابية نركز عليها أكتر بتفكيرنا بعلاقاتنا مع الناس. الحياة بتحب التفاؤل والمتفائلين والمتفائلات لهيك تفاؤلوا بالخير تجدوه. من ريم بنا تفاؤل بوسع المدى. ذهبت إلى مدينة الناصرة ظناً مني أن زيارتي سترفع من معنوياتها. يعني أنا ظننت حقيقة أنني سألتقي مع ريم المنهارة معنوياً وما إلى ذلك. ولكن عندما فتحت لي الباب استقبلتني بابتسامتها المعهودة وبكلماتها الطيبة التي كانت دائماً ترددها فشعرت بنوع من الإطمئنان أن هذا المرض أثر على صوتها ولكنه لم يؤثر على معنوياتها وعلى إرادتها وعلى الرسالة السامية التي حملتها دوماً في كل مكان كانت تذهب إليه. مع كل حبها لشعرها ما خجلتش يعني اقترحوا عليها الدكاترة والمعالجين غاد انه في بكت شعر بيلبسوا باروكة او شعر مستعار. فريم كانت ترفض يعني تغطي تخجل او تتدارك انه هي اليوم بلا شعر. كانت تطلع بدون ما تحط اي اشي على راسها. بالشتاء من السكع يعني كانت تلف حالها بالحطة الفلسطينية وتنزل على مستشفى رمبم زي اللي نازل يقاتل يعني. إسا هاي الفترة ريم بلشت تقوى وبتقوى المرض بلشت تلحن وأنا اشتغلت على التغذية تبعت ريم. أنا انصرعت صرت يعني الكل يشوفني حاملة عصاير وراجعة هذا يعني رايحة جاي حاملة لها إشياء.
ولما تسافر حملها اشياء تاخذها معها. بعد مراحل الوتر عندها بطلت تقدر تغني، يعني من ناحية دخل بطل عندها دخل، بطل عندها دخل، وبطاقاتها الإبداعية والمقاومة هاي اللي بتفز عندها طلعت موضوع التطريز، صارت تطرز وتبيع، يعني تبيع بدكانة الإتسي لكل العالم، يعني تطريزها، وهذا كان إشي يساعدها على تعيش وتعيش أولادها وتعلمهن وتربيهن. 2009 اكتشفت إني مريضة بسرطان الثدي. قاومته على مبدأ أجا ببالي إنه شبهت الاحتلال بالسرطان. الاحتلال غزا فلسطين والسرطان بده يغزي جسمي، ومثل ما منقاوم الاحتلال رح أقاوم مرضي. عشان إحنا مش ضعاف، كل حدا فينا بيقدر يقاوم. منقاوم عشان أحلامنا، عشان حياتنا، عشان الأشياء الحلوة اللي بقيت لنا، عشان نبدأ نهار جديد وإحنا مستعدين للحامض والحلو اللي فيه، عشان نقدر نعشق ونحب ونستمر. ريم أعطتنا كلنا طاقات إيجابية حتى بمرضها، فلما طلعت في عينيها وطلعت في عيني قلت لها ريم نبلش علاج إن شاء الله بيكون المرض ناجع. بالفعل أخذت العلاج وكانت نتائج العلاج أكثر من المتوقع، لأنه إنسان اللي ممكن يعيش 9 سنوات مع مرض اللي هو منتشر في الجسم، هذا مش إشي اللي بنشوفه كل يوم. Your fight and your poems and the way you perform them will be an inspiration for new generations of Palestinians and people from many countries in the world. Everywhere, the fight for freedom goes on. Your memory will remain in power and peace forever through your songs and through the example you showed to all of us. This I wrote, and I signed it with your true friend, Eric, and I asked Bella-san to read it to her, and I know she did.
قديش كان نفسه لو يرجع الوقت لورا وما تركهاش ولا دقيقة. يعني هي بحد ذاتها حيز كبير بحياتي، راح الحيز وأخذ معه كل إشي تاني، يعني كل إشي خسرت أنا. كنت أحب أطل عليها وأقعد معها وأداوم معها، وخاصة بالأيامات الصباحية كانت كتير تفتح النفس إنها تشربك قهوة، تشرب قهوة عندها. يعني ريم بنا، أنا بحبك ومشتاق لك كثير. اشتقت لها ريم بنا، أخت، صديقة. في ناس صديقي نقعد معهم أيام ما منفوت لقلبهم ولا بيفوتوا لقلبنا. في ناس بلقاءين ثلاثة أربعة بغنية بتحس إنه في مصير بجمعنا. وريم هيك بتطلع وجهها بلش ينفرج هيك يهدى وتبسمت، تركت لكم هاي البسمة، وهاي البسمة ضلت على وجهها كل الجنازة.